النهاردة الذكرى الثالثة لوفاة جميلة جميلات السينما المصرية الفنانة نادية لطفي اللي قدمت رصيد كبير جدا من الأعمال الفنية اللي لسه حتى هذه اللحظة محفورة في ذاكرة كل المصريين. شهيرة في لتطفئ الشمس، أحلام في السبع بنات، مش هننسى مادي في النضارة السوداء، لويزا الطيبة طبعا. في صلاح الدين الأيوبي، كتير وكتير. خلينا نشوف تقرير عن نادية لطفي ونرجع نكمل. تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الرابع من فبراير عن عمر يناهز 86 عاماً بعد أن قدمت عشرات الأعمال الفنية المميزة. ولدت نادية لطفي في 3 يناير عام 1937 وتعود لأصول صعيدية على الرغم من ملامحها الأوروبية، أما والدتها فهي من محافظة الزقازيق. دخلت الفنانة نادية لطفي إلى مجال الفن بالصدفة، فقد كان والدها صديقاً للمنتج السينمائي جان خوري، وكثيراً ما كانت تذهب لزيارة مواقع التصوير، حتى قابلت المخرج رمسيس نجيب في حفل عيد ميلاد بمنزل المنتج جان خوري، وعرض عليها التمثيل في أحد أفلامه، وبذلك حصلت نادية على أول أدوارها في فيلم سلطان مع النجم فريد شوقي عام 1958. اختارت لنفسها اسمها الفني نادية لطفي على اسم شخصية بطلة رواية إلا أنا للكاتب إحسان عبد القدوس، وقدمت في الفيلم دور صحفية بإتقان للدرجة التي جعلت البعض يقتنع أنها تعمل بالصحافة في الحقيقة، وحيث كانت المحطة الرئيسية في بداية مشوارها عندما رشحها عبد الحليم حافظ لتشاركه بطولة فيلم الخطايا بعد اعتذار هند رستم. قدمت أفلاماً مميزة أبرزها لا تطفئ الشمس، السبع بنات، مذكرات تلميذة، والنظارة السوداء. غلبت أدوار الفتاة الرومانسية التي يحبها البطل على معظم أفلامها، لكنها كانت تحرص على التنوع والتنقل بين الأدوار لتثبت أنها ممثلة تجيد تجسيد كل الشخصيات، وهو ما ظهر في قصر الشوق عندما جسدت دور زنوبة العلمة أمام يحيى شاهين، كذلك في فيلم جريمة في الحي الهادي مع رشدي أباظة، وتقابلت مع عبد الحليم حافظ للمرة الثانية والأخيرة في أبي فوق الشجرة. توفيت الفنانة نادية لطفي في 4 فبراير عام 2020 عن عمر ناهز 83 عاماً، وتركت إرثاً فنياً يليق بموهبتها وتفردها. الحقيقة محدش ينسى أبداً أدوارها، فنانة حقيقية يعني قدمت أدوار كتيرة مختلفة في السينما، وكمان كان ليها أدوار كمان في السياسة، يعني هي ليها أدوار سياسية مهمة جداً، وقفت كمان بشكل كبير مع القضية الفلسطينية في أوقات كتيرة جداً من مراحل تاريخها. رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي اللي النهاردة بتمر الذكرى الثالثة لوفاتها.